نبدأ التطورات الميدانية في اليوم الرابع عشر من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في منطقة خاركيف، حيث دمر القصف الروسي مستشفى في مدينة إيزيوم التابعة لمنطقة خاركيف شرقية أوكرانيا إلى الجنوب من خاركيف، وتحديدا مدينة ميكولايف، حيث أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرة حربية روسية في ضواحي المدينة المطلة على البحر الأسود. إلى الشرق قليلا حيث مدينة ميليتبول الواقعة جنوب شرقي البلاد، إذ أظهرت لقطات مصورة قطارا مدرعا تستخدمه القوات الروسية في عملياتها العسكرية. في غضون ذلك تستمر عمليات إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة من 5 مدن أوكرانية بما فيها العاصمة كييف، مع إعلان الجيش الروسي تمديد وقف إطلاق النار. كانت هذه مشاهدينا الكرام أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية، والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.